وأخيرا مصر كلها هتنام مبسوطة النهاردة بعد نكد وخناق وضرب وتشتيت للعقل 27 حلقة بسبب جعفر وابنه. أخيرا سيف رجع لحضن أبوه. أهلا بيكم في الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة. كل اللي قلناه الحلقات اللي فاتت حصل بالملي، من أول خالد سيف إنها هتكون موجودة ويسيبها ويروح يخطف بلالشامة من مخزن شوقي، لحد طلبات شوقي قلناها، لحد ما بيعرف ان سيف ابنه، وقلنا برضو ان خالد سيف هي اللي هتعرف جعفر كل حاجة وهيعرف ان سيف ابنه النهاردة. تعالوا بقى اعرفكم اللي جاي. اللي جاي دمار على عائلة فتح الله وعلى دلال قص المصايب كلها، واللي هتحصل لها مصيبة كبيرة جدا في اخر الحلقة. عشان المصريين يرتاحوا جعفر هينتقم منها اشد انتقام. جعفر هيعمل خطة ما تخرش المية عشان يوقعها في شر اعمالها. خليكم معانا لحد الاخر عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل. طبعا احنا اول فرحة بالنسبة لنا وكانت اهم فرحة ان سيف يرجع لابوه، ودي حصلت. بكرة بقى لما جعفر ياخده يوديه لسرية هتقعد تمسكه من جسمه وما تكونش مصدقة نفسها، وانها اكيد بتحلم، وهتنزل اغنية بصوتها على حضنها لابنها وهي بتعيط، وحقيقي اغنية توجع القلب. وغالبا كده بعد ما كانت نهاية سعيدة شكلهم هينكدوا على المصريين ليلة العيد بموت حد منهم، بس مش موت دلال للأسف. استنوا هقول لكم هيحصل فيها ايه. الحلقة 28 هتبتدي بمقابلة سيف وابوه ودموعه نازلة، وسيف هياخد حبة حلوين عبال ما يستوعب ايه اللي بيحصل، ومش بيكون مصدق نفسه غير لما بيقابل ام سرية وكمان جدته صفصف. اما جعفر هيفضى بقى لانتقامه من عيال فتح الله كلهم، واولهم طبعا دلال. هتقولولي هيتأكد ازاي وهيوقعها في شر اعمالها ازاي؟ انا هقولكم. دلال هيجيلها مكالمة تعرفها مكان بلال شامة، وشوقي بتجيله نفس المكالمة بس من بلال شامة نفسه، لان جعفر هو اللي هيطلب منه يعمل كده. وشوقي بيروح ودلال بتروح هي كمان على نفس المكان، ولكن دلال هتوصل قبل شوقي اخوها، وعقبال ما شوقي هيوصل هتكون دلال عملت مصيبة مع بلال شامة عشان تخلص وترتاح منه للأبد. هتقولولي ازاي وهي عايشة معاهم في البيت؟ اكيد عرفت. جعفر مش غبي عشان يعرف دلال، البيت كله معرفش، هو عرف سرية وصفصف. المهم جعفر بيكون مرتب لكل ده عشان يوقع دلال في شر اعمالها، ويعرف مين السبب ومين ورا خطف سيف، وبيكون مجهز المكان بالكاميرات. ولقائها مع بلال شامة بيكون متصور صوت وصورة. دلال بقى بتقتل بلال شامة، واول ما بيوصل اخوها شوقي بيجيله ذهول ان اخته فعلا قتلت قتلة، وتقول له ما تستغربش، هو احنا كده نسل فتح الله كلهم ما بيهمهمش غير مصلحتهم. ودلال هتحصل لها مصيبة سودة، مش ان جعفر ياكلها علقة ويطردها بره بيته ويطردها بهدومها، لا، اقول لكم الكبيرة، دلال هتتحبس. وجعفر مش هيسمي عليها، ولكن حبس دلال هيجي في الحلقة 29 مش بكرة. هنفضل في مهاترات كده لمدة يومين، لأن حلقة بكرة هتخلص على مواجهة دلال وجعفر، ولكن سيف هتحصل له حاجة كبيرة هتقلب نهاية المسلسل رأسا على عقب. ما تنسوش اللايك والكومنت عشان يوصل لكم باقي الأحداث قبل الحلقة الجاية.